أما هلأ أريج رح نتوقف عند مساحة من الجمال والموسيقى، فلا يمكن أن تتوقف عجلة الحياة ببلد ينبض بالحضارة والموسيقى والفن. فنبض الإبداع مستمر عبر أفكار أبناء سوريا والتي تنبض نورا وحبا للحياة. عندما تمتزج أفكار الإبداع الموسيقي مع الإبهار البصري تتوحد قيم الجمال بقيادة المايسترو ميساك بابودريان وكورال الحجرة. معلومات أكثر عن هالأمسية الموسيقية الغنائية البصرية يلي حملت اسم ألوان وآخر أنشطة الفرقة السيمفونية الوطنية متعرف عليها اليوم مع المايسترو ميساك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بصباح نغير. يسعد صباحكم وشكرا للاستضافة. مرحبا صباح المشاهدين كلهم. يسعد صباحك مايسترو. رح يكسب حديثنا الموسيقي اليوم طابع لوني بالأمسية اللي قدمتوها، نحكي عنها شوي. هي تجربة، هي خطوة باتجاه نعمل شيء مختلف. كنت دائما نفكر انه نحن ليش الموسيقى ما نقدر نشوفها، وليش الالوان ما فينا نربطها مع الموسيقى والصور تكون اقرب للموسيقى. هلا عاده يلي بيصير انه المخرج او الشخص اللي عم يشتغل بالفيلم بيعمل الفيلم، بعدين بيروح عند مؤلف موسيقي بيطلب منه انه يعمل موسيقى للفيلم هذا اللي سواه كموسيقى تصويريه. تمام. تجربتنا كانت مختلفه. نحن اخترنا المقاطع الموسيقيه، اخترنا الموضوع اللي رح نغنيه، وبعدين طلبنا من مجموعة من الشباب انه يعملوا انيميشن وفيديو ارت على هالمقاطع الموسيقية اللي نحن اخترناهم. فكانت بالنسبة لهم تجربة جديدة، بالنسبة لنا تجربة جديدة، لانه انبنت الافلام كلها على الموسيقى اللي عم نغنيها، بس اثناء العرض لازم يكونوا مع بعض تماما. فانا فرضا كان عندي هيدفون عم بسمع الموسيقى المسجلة تحت الفيلم، عم بحاول الكورال يمشي تماما والموسيقى تمشي تماما مع الفيلم لحتى اي مشهد مرتبط مع اي كلمة يكون السينكرونايزنج صح. طبعا انا بقول احيانا نحن لازم يكون عن شوية جنون لحتى نقدر، بس لازم يكون عن ثقة كمان. والثقة اجت من ادارة المركز من الاستاذ غياث الاخرس يلي قال لي اشتغل وخلي الشباب يشتغلوا لانه هن المستقبل. فهذا شيء كتير مهم انه يكون عنا ثقة ونجتمع مع بعض. يعني الافكار اللي طلعت مع الشباب اللي هنا خريجين كلية فنون جميلة وعاملين دورات بالانيميشن، افكار اللي طلعت معهم قعدنا تناقشنا مع بعض وصار في فريق عمل واحد موسيقي بصري. فهو العرض اجى نتيجة هذا التكامل بين الطرفين السمعي والبصري لحتى يكون هذا العرض موجود. مايسترو زميلتنا نرمين كانت حاضرة الحفلة ووثقت لنا هالكلام، خلينا نتابعه مع بعض ونرجع نحكي عنه اكثر. مايسترو كان القمر حاضر باغلب اغانيكم، يمكن بسمانه سوبر مون. خبرنا شوي شو السبب. هلا هي اجت صدفه بفتره السوبر مون انه يكون في هذا العرض. بصراحه هذا نحن كنا السنه الماضيه قدمنا عرض اسمه اغاني القمر بدار الاوبرا، ولكن كان عرض مختلف، كان عرض بيعتمد على فكره خيال الظل، انه الكورال عم بيعمل ورا شاشه الاسقاط عم بيعمل خيال ظل وعم نتفاعل مع القمر نحن ككورال وكمشاهد اللي عم بتصير. لانه ان شئنا ما بينا القمر موجود مع الانسان دائما وبيعبر عن الحاله النفسيه للانسان، والانسان دائما بيناجي القمر، بيكون مبسوط بيكون متضايق بيكون عشقان، حتى بالحاله الروحانيه دائما القمر موجود بالنسبه لنا بحياتنا. فبالتالي نحن حبينا انه القمر اللي بيجمع الناس كلها يجمعنا بهذا العرض كمان. فبس
هذه كانت اسقاط وخيال ظل، هالمره لا، في انيميشن، في شاشه، في تفاعل اكثر بفن مختلف عن خيال الظل، وهي فن الانيميشن والفيديو ارت اللي كان مع الموسيقى موجوده. فاخذنا اغاني بالعربي، اغاني بالفرنسي، بالايطالي، بالانجليزي، عم تحكي عن القمر بعده وجوه وبعده مواضيع. فبالتالي هيك اجتمعوا مع بعضهم لحتى يعطونا امسيه، وكان القمر فوق راسنا موجود طول الوقت عم بيضوي لنا ليالينا. قالوا لنا انه كمان كان في عندكم اهداء لروح ملحم بركات او شيء، قدمتوا شيء؟ اللي صار انه الناس بتعرف اغاني القمر بالاغاني المنتشره شعبيا. نحن اللي غنيناه كان اغاني شوي جاده. فحسيت انه لازم نعمل شيء الناس بتعرفه كمان. فكنا عم نفكر شو الغنية اللي ممكن نعملها، يعني انه تيجي نكسم القمر، ولا غسل وشك يا قمر، ولا على باب نحن والقمر جيران. بعدين مع الكرة اللي عم نتناقش فطرعت فكرة انه على بابي واقف قمرين، كونه كمان استاذ ملحم بركات كان متوفي الله يرحمه، فقلنا موجودة بذاكرة الناس هلا وهيك بتكون مثل اهداء. ما سميناه اهداء نحن، ولكن الرسالة وصلت انه لهذا الشخص اللي قدم كثير للموسيقى، الناس اللي بتحب الاغاني تبعه، فقدمنا على بابي واقف قمرين. اكيد العمل كله يكون متكامل، لكن مايسترو المكان بحد ذاته اكيد له خصوصية، قديش المكان يلي اخترتوه له تأثير على العرض يلي قدمته؟ صراحة ما بعرف المكان اخترنا ولا نحن اخترنا المكان، لأنه هي القصة بتبلش بفكرة وبتبلش بدردشة، أنه في عنا مركز وطني للفنون البصرية عم بيتيح مساحة للشباب أنه يشتغلوا، عم بيفكر بشكل مختلف، بشكل مو تقليدي. فكانت هي فرصة أنه اجتمعنا مع أستاذ غياس أنه نفكر بأفكار مو تقليدية. فالفرقة السيمفونية الوطنية مثلا عملنا حفلة العلاقة بلوحات من معرض لموسورسكي، عرضنا اللوحات مع العزف، مؤلف كتب موسيقى عن مستلهمة من لوحات تشكيلية، وقدمنا كمان فيديو هنيك، بس فيديو معمول بوالت ديزني. ففكرنا بعدين طب شو المرحلة الثانية، وين بدنا نروح هلا؟ فكان فكرة الانيميشن انه نعطي فرصة للشباب يشتغلوا، نعمل شيء ميد ان سيريا، يعني نعمل شيء نحن بجهودنا مع بعض. فاجت الموسيقى، الكورال، الموسيقيين والشباب اللي اشتغلوا بالفيديو يعني في تكامل، لانه اليوم نحن بعصر الصوره، ففعلا بيكون التفاعل مع الصوره اكثر مس من الشيء السمعي، فما بين الموسيقى اللي بتاخذ الناس لعالم خاص مع الصوره هون بصير في اكتمال، في روحانيه واجمل بتكون. هو اجمل حتما. يعني هذا التكامل مع بعض البعض الفنون بحس انه ما يكون شيء ناس قاعده عم تسمع بس موسيقى عم بتشوف الكورال، وانما في حواس اخرى عم بتصير، وفي خيال عم ما حدا بينتبه بقى على الوقت، خلص بصير بين الكورال وبين الشاشة وبين في ناس اجت لتشوف الافلام حبت الموسيقى، تمام. فهي يعني هيك بصير في حتى بناخذ ناس من شرائح مختلفة واهتمامات مختلفة تجتمع بهذا المكان لحتى تحضر هذا العرض، وهذا شيء مهم كمان. يعني التأثير يلي حصلتوا عليه من الجمهور يلي حضركم، وقديش كان هو متفاعل معكم، قديش يعني كان شوي حاسس انه في روح جديدة وشيء يعني جميل بالفعل، انه الصوت مع الصورة. هلا المركز الوطني للفنون البصرية لازم يكون مكان لشيء جديد، لشيء مختلف، لشيء مبتكر كمان الافكار، وان شاء الله يعني هلا صار في تحدي انه شو العرض الجاي اللي بدنا نساوي. حاضرين شيء بعد الوان؟ بعد الوان في كثير افكار، بس لازم نقعد هيك شوي نعمل حصيله التجربه تبعنا، ندرس الايجابيات والسلبيات، حتى انه باي عمل لازم واحد يعرف شو الشغلات اللي منيحه كانت والشغلات اللي فكرنا بس ما زبطت معنا. يعني هذا التقييم كثير مهم، خصوصا هلا جايين على شهر الميلاد، يعني فاكيد لازم تكونوا حاضرين يعني حفلات غير شكل. هلا مبدئيا في عنا سفره الجزائر لكورال الحجره عم نحضر لها، عنا مشاركه بالمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونيه النسخة الثامنة، هي يعني ثامن سنة بيساوها، فرح نشارك كمان مرة، كنا السنة الماضية وطلبونا هالسنة نكون موجودين، بعدين رح نفكر بالميلاد كمان شو فينا نقدم، لأنه المجتمع بحاجة. يعني الناس دائما عم يسألونا إمتى؟ وين؟ وكيف؟ لأنه بحاجة لوجودنا، بحاجة لوجود الموسيقى بحياتهم، وبحاجة ياخذوا هي التفاؤل والأمل ويشوفوا الأفكار لحتى يقدروا يواجهوا كل
الظروف السيئة اللي عم بيعيشوها هن بأثناء حياتهم الطبيعية. يعني كمان شيء جميل أنه عم تعرضوا فنكم وإبداعكم بوقت يمكن ما أنه كتير بعيد، كان دايماً عم بيكون في لكم حفلات بالخارج وآخرتها هلا عم تحضروا للجزائر، قديش يعني عم بيكون بالأغاني طابع مميز بالشيء السيمفونيات اللي عم تقدموها طابع مميز أكيد يعكس ثقافتنا والموسيقى الشرقية. هلا في شيء مهم دائما بحاول احكي للناس انه ما فينا نقول في موسيقتهم وموسيقتنا، في موسيقى انسانيه، في موسيقى نحن عم نتشارك فيها مع كل العالم مثل ما تشاركنا بالزمان العلوم والفنون وقدمنا شيء كثير مهم بالتاريخ الانسانيه، فنحن مستمرين بهذا العمل سواء من خلال تقديم اعمال لمؤلفين جداد عم بيألفوا شيء او انه نقدم لهم شيء مستلهم من تراثنا. ولكن الأهم شيء إنه شو الصيغة اللي عم نقدمها وكيف الطريقة اللي عم نقدم الموسيقى هاي، لأنه ممكن نحن نقدم شيء غريب للأوروبي أو للأجنبي يطلع يقول أوكي هذا غريب بس ما دخلني فيه أنا، ما يلامسه بس بنفس الوقت فينا نقدم شيء باللغة هو بيفهمها فبيطلع إنه هي بتشبهني بس لكن لها طابع خاص كمان، فهو بيحس حاله متورط بالموسيقى هاي، بيحس حاله متورط. هلا كثير عم ينطلب منا أعمال لمؤلفين سوريين تتقدم بأوروبا لأنه عم بيكتشفوا أنه سوريا البلد المجهول بالنسبة لهم، في عندها موسيقى، في مؤلفين، في فرق موسيقية اشتغلت، في عندنا شباب هلا بواحد 12 رح يكونوا موجودين بألمانيا بمدينة كولن لأنه اكتشفوا أنه في موسيقيين بمستوى كتير منيح من موسيقيين كلاسيكيين، طلبوا أنه يعزفوا مع أوركسترا كولن يلي أوركسترا كتير معروفة بألمانيا لحتى يعملوا حفل مشترك ورح يسوا أعمال مؤلفين سوريين. فبالتالي الأوروبي هلا عم بيكتشف سوريا، عم بيكتشف إنه نحن عنا موسيقى، طب نحن ليش لحتى ما نصدر هذا الشيء بشكل أكبر ونحن اللي نكون ناخذ زمام المبادرة بالقصص هاي. فبالتالي اللي عم شوفه إنه لازم نطحش شوي، لازم نكسر الحصار، لازم نحن نطلع لبرا لحتى نسمع العالم نحن شو عنا ونحن لساتنا عايشين، هذا كثير مهم. وبالتالي لأنه يعني لأنه بزمن الحرب نحن عم نعمل موسيقى، هي رسالة كثير مهمة لأوروبا ولكل العالم حتى. أكيد يعني بالنهاية الموسيقى هي اللغة عالمية ويمكن بتوحدنا مع الشعوب. وشفنا أكثر من مرة لكم يمكن سفرات وطلعات لبرات سوريا وكل مرة بتقدموا شيء بيبهر الناس، الجزائر هي ما أول مرة يمكن بتسافروا عليها، في علاقة بين السيمفوني والجزائر. هن سمونا رح يعطونا جنسية جزائرية هيك قالوا الجزائريين كموسيقيين سوريين، الحمد لله دائما عم نقدر نعمل أفكار جديدة حتى بالنسبة لهم. عم تكون في منافسة كل سنة، عم بيستنوا كل الدول اللي عم بتشارك انه سوريا شو رح تعمل هالسنة، لانه مسؤولية يمكن انه كل سنة تشاركوا بنفس المكان وفي اكتر تمام. من يعني فرقة مشاركة في 18 دولة في دول اوروبية اللي عندنا بكتير بالموسيقى وبالحفلات، عم تيجي تقدم فرق كتير مهمة بالمهرجان، ففي منافسة كتير كبيرة والحمد لله يعني عم نقدر نكون على قد المسؤولية. وكل سنة هن عم بيحكوا حتى جرايد والفرق الثانية، يعني السنة الماضية كان في جمهور من الفرق المشاركة اجوا حضرونا ليشوفوا السوريين شو راح يعملوا. يعني انت ما متخيلة بالنسبة لهم سوريين عم بيغنوا او عم بيعزفوا لانه وسائل الاعلام عندهم عم توحي فكرة ان احنا بلد مدمر، صورة مختلفة عندهم، نحن ما عنا شيء، نحن ما عم نعرف نعمل شيء. فهن عم بيستغربوا انه بيسألونا انتوا فعلا عايشين بسوريا؟ انتوا فعلا جايين من سوريا؟ يعني كأنه نحن بس بيشوفوا جانب الحرب، هو دائما هن عم بيشوفوا الحرب والدمار وعم بيشوفوا نحن ما عندنا غير ارهاب وما في شيء ثاني. ما بيعرفوا انه وقت تكون نازله قذائف هاون بالدار بتكون في حفلات قائمه ومكمله وبتكمل الحفلات يعني رغم القذائف. لا بس احلى شيء صار، نحن كنا مستضيفين قاعده اوركسترا من تركيا حبت تيجي وتتضامن مع الفرقه السيمفونيه الوطنيه ومع الجمهور السوري مع الشعب السوري وتقدم حفله بالاوبرا، فكنا عم نحكي مع بعض، قالت انتم مرتاحين هلا وعم تعملوا بروفات وحفلات؟ قلت لها ايه. قالت لي امتى اخر حفله؟ قلت لها ب 11 تشرين اول عملنا الحفله. قالت لي كانت كثير منيحه بس نزلت قذيفه قبل الحفله. قالت لي لغيتوا الحفله؟ قلت لها لا، عملنا الحفله والجمهور فات كان في حضور وكان في حضور وحضر وقفت. قالت لي انتم ابطال. قالت لي لو باوروبا صايره بتركيا هيك شيء وقفوا الحفله ولغوا كل شيء وتخبوا ببيوتهم. قلت لها لا، نحن عم نحارب انه نضل بالبيت، عم نحارب ثقافه انه نموت، يموتونا. نحن بدنا نعيش وبدنا نخلي الثقافه عايشه ببلدنا لانه هي مشكلتنا كلها حرب ضد الثقافه، حرب ضد التاريخ، حرب ضد الحضاره.
أكيد نحن دايماً بنحاول ننشر ثقافة الحياة الموجودة عند السوريين كلها عبر كل المجالات، إن كان بالموسيقى أو بفنون أخرى. نحن أكيد نشكرك كتير مايسترو لوجودك معنا اليوم، وكل التوفيق لكم بكل الحفلات اللي رح تقوموا فيها. شكراً كتير لكم، وناطرينكم حتى مع الفرقة السيمفونية الوطنية ب 28 شهر عنا حفلة إن شاء الله. رح تكون موسيقى أفلام ضمن فعاليات عيد الثقافة، فأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا كل المستمعين. شكرا كثير لك مايسترو لوجودك معنا لليوم.